الرئيس السابق ورئيس المؤتمر الشعبي العام الزعيم علي عبد الله صالح اليمنيين كافة بأن الوحدة اليمنية راسخة ولا خوف عليها بوجود أجيال 26 من سبتمبر والرابع عشر من أكتوبر والثاني والعشرين من مايو ودرايتهم الكاملة ماذا تعني الوحدة الوطنية وإدراكهم قيمتها، مشددا لدى استقباله لليوم الرابع تواليا جموع المواطنين المهنئين له بالعيد الوطني الرابع والعشرين للجمهورية اليمنية وإعادة توحيد اليمن، على أن التهنئة بهذا الإنجاز الوطني التاريخي ليست له وحده بل للشعب اليمني بأكمله باعتبارها منجز كل يمني وطني شريف. ودعا الرئيس السابق الزعيم علي عبد الله صالح كل اليمنيين الغيورين والشرفاء والمتعلمين إلى التمسك بالوحدة اليمنية باعتبارها مصدر قوة اليمن وعزة اليمنيين ومصدر فخر للوطن العربي بأكمله وصمام المستقبل الآمن والمستقر والمزدهر لليمنيين ولليمن، مؤكدا أن أبناء المحافظات الجنوبية عانوا لفترة طويلة من جور الاحتلال البريطاني واستغلاله وتبعات دورات العنف الدامية على السلطة والظلم والتشرذم، وكانوا ولا يزالون أكثر حرصا على الوحدة اليمنية، وأن من يدعون إلى الانفصال قلة وتدعمهم بعض القوى في شمال الوطن. وشدد الزعيم علي عبد الله صالح على وجوب التصدي لكل مشاريع التفرقة الطائفية والمذهبية والمناطقية والدعوات التقسيمية والتشطيرية كافة ومساندة رئيس الجمهورية ودعم جهوده للحفاظ على الوحدة اليمنية وتطهير الوطن من جماعات الإرهاب واستعادة الأمن والاستقرار وتنفيذ اتفاق التسوية للأزمة السياسية اليمنية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، مرجعا تدهور الأوضاع الأمنية والمعيشية الخدمية والاقتصادية إلى حملات التحريض على المؤسسة العسكرية والأمنية طوال أزمة السياسة والدفع باتجاه شخصنة مشروع هيكلة الجيش والأمن والسياسات الخاطئة للحكومة وافتقاد غالبية أعضائها للمعرفة والخبرة وتغريبهم المصالح الحزبية على المصالح الوطنية العليا. هذا الإنجاز هذا بقدر ما هو مفخرا لكل اليمنيين واليمنيات، لكن هو مفخرا للمنطقة وللأمة العربية على طريق الوحدة العربية. فلن يهدأ لهم أولئك الانفصاليين والحاقدين على الثورة والجمهورية، سيظلوا يتآمروا على الوحدة كما تآمروا على ثورة سبتمبر وأكتوبر، وهذا لا يزعجكم ولا يزعجنا طالما معنا هذا الجيل الجديد المؤهل المتعلم الذي سيحمي الوحدة مثل ما كان قبلكم رعيل وجيل من الشباب حموا ثورة سبتمبر وأكتوبر. فلا خوف ولا قلق على الوحدة طالما هنا معنا شباب وشابات وجيل جديد متعلم فاهم، ما بشخوف على الوحدة. سيفشل أي مخطط انفصالي لا يقبل الشعبنا لا في الشمال ولا في الجنوب، الجنوب كله مع الوحدة. أطمنكم أي الأخوة الشباب، أطمنكم أن أبناء المحافظات الجنوبية أكثر حرصا على الوحدة اليمنية من غيرهم، لأنهم وجدوا فيها عزتهم واستعادة هيبتهم من مخلفات الاستعمار وما حصل من دول الاستقلال إلى يوم 22 مايو، ما حصل الشعب تشرد ومن حروب ومن مشاكل، فكانت هي الوحدة هي الإنقاذ. فأطمنكم أن لا تترسخ لديكم أي ثقافة أو أي إرهاصات من أقوى عنصرية طائفية إن في المحافظات الجنوبية انفصالين، الوحدويين أكثر من 90%. الانفصاليين هم عناصر قليلة وربما تساعدهم عناصر شمالية وتنظر لهم عناصر شمالية لأنه لا يريدوا هذا اليمن الموحد، اليمن الكبير، يمن 25 مليون، يريدوا أن يشوفونا دويلات ويتمنوا من مخرجات الحوار الوطني الذي حصل وخرج بمخرجات الحوار منها
ستة أقاليم، يريدوا أن هذه الستة الأقاليم تتحول إلى ست دويلات. هذا ثقافتهم وتفكيرهم. لكن شعبنا العظيم ومؤسستها العسكرية والأمنية حريصين كل الحرص على الحفاظ على وحدة اليمن. لا قلق على الوحدة، طالما هذا الجيل الصاعد جيل المستقبل لا انه قادر على حمايه الوحده ومكتسبات الثوره، والوحده هي من احد مكتسبات ثوره سبتمبر واكتوبر. فانا اشكركم على مجاءكم للتقديم التهنئه، وانا التهنئه هي انا واحد من الامه، واحد من الشعب، التهنئه للشعب اليمني كله، لان هذا هو انجاز كل المواطنين والمواطنات بعيد الوحده، ماش انجازي لوحدي، انجاز كل الشرفاء. والذي وقفوا معنا بحد ولا زالوا واقفين وثابتين وواقفين على قدامهم غير مراوحين، مش من أصحاب الشرايح المزدوجة، شريحة وحدة. لأن في ناس حتى كانوا معنا في الوحدة ارتدوهم قليلة مرتدين حول مصالحهم، حول مصالحهم الشخصية والذاتية المنفعية. هؤلاء اهتزوا يركضوا وراء مصالحهم وراء مناصبهم، لا يركضوا وراء مصلحة الوطن وعزة الوطن وأمن واستقرار الوطن. الوطن الآن هو يبحث عن الأمن ثم يبحث عن المعيشة. الآن في الوقت الحاضر لا معيشة ولا أمن نتيجة للسياسات الخاطئة والسياسات المتطرفة، لا معرفة ولا فهم كيف يدور شؤون البلد. كله تخبط، قتلة في سفيان، قتلة في حمران، قتلة في حضرموت، قتلة في أبيان، قتلة في شبوة، قتلة في مارب، هكذا. ليش الناس يبحثوا عن أمن؟ يحتاجوا إلى سياسات. الاستثمارات انسحبت، الاستثمارات التي كانت يستثمروا في مجال النفط والمعادن انسحبوا. ليش انسحبوا؟ لأنهم يبحثوا عن أمن. لو الأمن مستتب إن الاستثمارات موجودة وإن المعيشة متحسنة، لكن الآن الناس ما عاد قدم مضحين بالمعيشة وبالمأكل والمشرب، يبحثون عن الأمن. فلان اغتال في الشارع الفلاني، فلان قتل في الشارع الفلاني. الشرطة أو ضباط الأمن وضباط القوات المسلحة هما مستهدفين هما أنفسهم، فأصبح كيف يأمن المواطن وهو مستهدف؟ إحنا كنا المؤتمر الشعبي العام نتبنى فعالية احتفالية في محافظة عمران، ولكن الاختلال الأمني الذي حصل في عمران منع أن إحنا نقيم هذا الاحتفالات. لكن الاحتفالات في قلوب كل الشرفاء وفي قلوب كل المواطنين والمواطنات، الاحتفال هو في كل بيت، والصمود والثبات والوقوف على قدامكم. فنحن للانفصاليين والذي يريد يعود الملكية مرة ثانية، نحن لهم بالمرصاد. وكلوا على الله، شكرا على مجالكم.